السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد عشبة الليمون إحدى أنواع الأعشاب التي تمتاز بالمذاق الفريد والقيمة الغذائية العالية، إذ بغناها على مستوى الفيتامين سي فهي تدعم إنتاج الكولاجين المفيد لليونة البشرة، أما باحتوائها على الحديد فهي تقي من فقر الدم. وأخيرا ما يهم السكري، فإن مؤشرها وحملها الجلايسيميان المنخفضان يضمان هذه الأغذية المفيدة لمرضى الداء. ومن هنا فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من النبتة فينصح بإضافة مقدار ساق واحد منها لإحدى وجباتك في اليوم أثناء طهوها. وختاما لحلقتنا نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول عشبة الليمون، وإلى موضوع قادم إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.